أغنى دولة في العالم أمس غرقانة ورئيس مجلس وزرائها متحصن داخل حصن ويطلع بالنهاية ويقول لك بتصريح إن الأمور طيبة وتجهيزاتنا على أعلى مستوى وما في مشاكل. يا الحبيب الديرة غرقت، بيوت غرقت، سيارات غرقت، نخي وباجلنا ما شرينا اليوم، وبالآخر تقول لي إقالة وإحالة تقاعد لمدير هيئة الطرق. عايش جوي ولا عايش جو علي علي بطل فليت؟ وبعدين يقول لك عطينا الشعب إجازة وصرفنا لكل مواطن وافد سطل وطاسة وشفاطة علشان كلنا نتعاون لانتشال البلد من الغرق. إني أغرق أغرق. ومثل ما قال رئيس مجلس الوزراء الخير هذا كان مو متوقع. وعيسى رمضان فاضح أم الدنيا. أمطار غزيرة أمطار غزيرة يا عمي روح.